أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات الفلسفة. طبعا إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أول جزء، اتكلمنا فيه عن الفلسفة البيئية، واتكلمنا إيه معنى البيئة والفلسفة البيئية، واتكلمنا على علاقة الإنسان وبالبيئة وإن هو مر بعدة مراحل. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الفكر البيئي في الشرق القديم. يمكن احنا اخر حاجه اتكلمناها وقلنا ان علاقه الانسان بالبيئه مرت بخمس مراحل، وقلنا هل فلسفه البيئه ظهرت في الوقت الحالي وهل الاهتمام بالبيئه كان موجود من الاول. افتكر معايا الجزئيه ديت، قلنا ان الاهتمام بالبيئه كان موجود منذ حضارات الشرق القديم، وبالتالي ما دليلك؟ طبعا الفلسفه بتقدم لنا ادله، بتقدم لنا براهين على ما تقوله، وبالتالي الفلسفه هتاكد لنا النهارده ايه اهتمام البيئه او اهتمام الشرق القديم واحترامه وحبه للبيئه. الفكر البيئي في الشرق القديم بيتمثل عندنا الفكر البيئي في مصر القديمه وايضا الفكر البيئي في الصين. تعالوا معايا ونبدا مع بعض نشوف ما هو الفكر البيئي في مصر القديم وما هو الفكر البيئي فين؟ في الصين القديم، واهم ملامح كل منهما وازاي اهتموا بالبيئه وازاي احترموا البيئه. نبدا كمان هناخد الفكر البيئي عند العرب، ودي جزئيه بنتكلم فيها عن ابن رضوان وابن خلدون، وهنبدا نحلل النهارده اهتمام حضارات الشرق القديم والعرب بالبيئه. طبعا مطلوب منك في نهايه الحلقه ان انت تبقى عارف ازاي بتحلل الفكر البيئي في مصر القديم، بتعرف الفكر البيئي وما يدور في مصر القديم من افكار واهتمامات، ايضا بتوضح وتحلل وبتفهم كمان الفكر البيئي في المصري القديم الصين القديم، بتميز بين الفكر البيئي في المصري القديم والصين القديم، وكمان بنعرف اسهامات كل من ابن رضوان وابن خلدون في مجال البيئه. هنبدا اول حاجه الفكر البيئي في المصري القديم. ركز كده معايا، طبعا انا بقول لك اهتمامات الشرق القديم بالبيئه، اهتمام يعني حب، حبهم بالبيئه. هل الحب والاهتمام بالبيئه ظهر في وقتنا الحالي مع فلسفه البيئه؟ لا. قال لي دليلك على ذلك، قلت له المصري القديم. فلسفة ردت عليه قلت لي لا، بص تعالى معانا المصري القديم. ماله المصري القديم؟ قال لك عبر عن حب شديد للبيئة. بقدر ما هم حاولوا سيطروا على الموارد الموجودة في البيئة. يعني هم بنوا حضارتهم، الأهرامات والمعابد، من النيل استغلوا وعرفوا فصول السنة، قسموا، عملوا زروع الزرع، عرف الزراعة، عرف الصب. على الرغم من ذلك احترم نهر النيل واحترم كل الموارد الموجودة في الطبيعة، لدرجة ان هم قدسوه. يعني لو انا قلت لك مظاهر الطبيعة، ابسط مظهر في مظاهر الطبيعة للحضارة المصري القديم مين؟ الشمس، كان اكبر اله عندهم رع. يعني احترام نهر النيل، وفاء عيد وفاء النيل، وهو كان بسببه هي اللي قامت عليه الحضارة دي كلها على ضفاف نهر النيل، وبالتالي كانوا بيرموا له عروسة كل سنة ويعملوا له التراتيب والانشيد وفاء للنيل، لولا النيل لما كانت الحياة في مصر القديم. يبقى بالتالي المصري القديم في حبه للبيئه حب شديد، احترامه للبيئه وهو لدرجه القداسه، لدرجه العباده. ايضا عندنا لما اقول لك ايه المظاهر اللي ظهرت من خلالها، قال لي اول حاجه اقدم كتاب مصور عرفته الانسانيه اسمه كتاب الموتى. كتاب الموتى ده دي احد الوسائل التقرب للاله. يعني انا بالنسبه له عنده الحياه الطيبه على الارض مش بس مجرد التقرب من الالهه، ده احترام جميع الكائنات الحيه الموجوده على الطبيعه. يعني كتاب الموتى كتاب بيدرك ايه الوسائل، ايه الطرق اللي بيخليني من خلالها اتقرب الى الالهه عشان انعم بالحياه الطيبه في الاخره، لان عندهم اعتقادهم بالبعث والخلود، وبالتالي هذه الوسيله للتقرب لهذا الاله من خلال احترامي للبيئه وتقديس للبيئه وعدم التعدي على جميع الكائنات والاشياء الموجوده في البيئه. يبقى هنا اقدم كتاب مصور عرفته الانسانيه لمدى احترام المصري القديم للبيئه وهو يمثل له الحياه الطيبه في الاخره. قال لي كمان اعلان تعويذه البراء. احنا عندنا بنقول ان اعتقادهم بالبعث والخلود وفي مساله الحساب بياتي الاله الاعظم، بيثبت المتوفي امام الاله الاعظم براءته. براءته من ايه؟ وان احترامه لكأن هو لم يتعدى على اي شيء موجود من الكائنات الحيه او الكائنات والاشياء الموجوده في الطبيعه. وبيثبت براءته وبيبرر ذمته بمعنى اصح مما هو يفعله او مما فعله او مما لا يفعله في الطبيعه. فبيقول السلام عليك ايها الاله الاعظم، بيأكد المتوفي هنا احترامه لجميع الكائنات الاخرى، وان هو لم يحرم المشيئه من عشبها
ولم يصنع الفخاخ للعصافير الآلهة، ولم أصطاد سمكة من البحيرة، ولم أمنع مياه في موسمها، ولم أقم أو أضع عائقا أو سدا أمام مياه جارية، ولم أطفئ نارا. هنا بيأكد أن هو لم يفعل أي شيء في الطبيعة يضر الطبيعة أو يضر الكائنات الحية أو يضر الأشياء الموجودة في الطبيعة، ويثبت ويبرر ذمته من هذه الأشياء. ليه؟ لكي ينعم، لان الاله الاعظم بيقول ان التعويذه بتقول ان الاله الاعظم دوت بياخد قلب المتوفي ويضعه في ميزان امام الريشه، اذا كان القلب او القلب هنا اتقل من الريشه بيتم رميه الى وحش يقوم بتعذيبه طوال ايام او طوال بعد كده الايام المتبقيه له او ما هو متبقي له. معنى اصح كده ان هو يبدا يعذبه على طول، هينعم بالعذاب على طول. أما إذا قام الإله بوضع هذا القلب وهو مساوي للريشة، وبالتالي هنا ينعم بالحياة، الحياة مين؟ حياة الخلود، وبدأ يستخدم أدواته اللي هو بيحطها، ده كان اعتقادهم في البعث والخلود، إن هو عشان ينعم بالحياة الطيبة وينعم بالحياة الخالدة، عدم التعدي على كائنات الحية، وإعلان تعويذة البراءة بيثبت براءة ذمته من عدم تعديه على أي شيء موجود. يبقى أنا كتاب الموتى بيؤكد أنه وسائل للتقرب من الآلهة عشان ينعم بالحياة الطيبة. لازم يقرب من الآلهة إزاي؟ لازم ينعم أنه هو يحترم جميع الكائنات الحية وجميع الأشياء الموجودة على الطبيعة. أيضا في عملية الحساب بيثبت براءته وبراءة ذمته مما لا يفعله في الطبيعة، وبالتالي ينعم أيضا بحياة الخلود ويتمتع بالهناء. أيضا عندنا كمان استخدم أو احترم الفكر المصري القديم البيئة زي مظاهر الطبيعة السماء والشمس، وقلنا ان خد منه ايحاءات لاشكال آلهة وصور آلهة، وده كان فكر عقائدي ديني. يعني احنا بنقول المصري القديم كان بيبص من ناحية ايجابية، من ناحية دينية اكتر، بيبص للبيئة واحترامه للبيئة عشان ينعم بالحياة بعد الموت. يعني كل اعتقاده واحترامه للبيئة واهتمامه بالبيئة، كل اهتماماته منصبة على الناحية العقائدية او الناحية الدينية، ان انا احترم البيئه واحترم كل اللي موجود في البيئه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان انا انعم بالحياه الاخره، اسعد بالحياه الاخره. طب قال لي كمان عندنا تقديس نهر النيل. احنا قلنا من بدايه ان نهر النيل كان له مصدر مهم جدا، يعتبر هو اساس الحياه، شريان الحياه، وبسببه اقامه الحضاره المصريه، وايضا كان له التراتيل والاناشيد وعروسه النيل وفاء لاله النيل، اله النماء والقزب، وايضا بالنسبه له اله الخير، ولولا ما كانش هيبقى فيه الحضاره المصريه. طبعا كلام بسيط جدا، بنتكلم عن الحضاره المصريه وازاي حبهم الشديد وازاي المعتقد الديني وربطوا احترامهم بالبيئه بالمعتقدات الدينيه وازاي ربطوها بحياتهم الاخره وان ينعموا بالحياه الاخره. عندنا الفكر البيئي في الصين القديم. طبعا احنا عندنا هنا الطاو. الطاو هنا دي تاني ديانة ظهرت بعد الكونفوشيوسية في الصين. الديانة ديت بتنادي بإيه؟ بيقول لي إن الطاو هنا هو المبدأ أو المآل، هو مصدر، هو منبع بتأتي منه الأشياء، تبدع الأشياء وتأتي إليه الأشياء. يعني هو الأساس اللي هي تعتبر الأساس اللي بيخرج منه كل الأشياء وتعود إليه كل الأشياء. يعني احنا لما نقول كده الانسان اتخلق من التراب يعود الى التراب، كل شيء بياتي من الطبيعه. الطاو هو بمثابه المبدا او الوسيله اللي بتاتي منه كل الاشياء، اللي بتبدع منه كل الاشياء وتعود اليه ايضا مره اخرى، كل شيء يخرج من لديه ويعود مره اخرى، وده القانون الطبيعي الذاتي. كل شيء الكائن الحي بيتولد وينمو ثم ياتي بعد ذلك مرحله ويموت ويتحلل ويرجع الى التراب. نفس الوضع يبقى بالتالي كده الحياة الطبيعية على الأرض، الحياة ما هو موجود على الأرض، جميع الأشياء المبدعة على الأرض يبدعها وتأتي من خلال الطاو. الطاو هو بمثابة الإله التي تأتي منه الأشياء، يبدع وينسق الأشياء في الطبيعة، تأتي منه كل الأشياء وتعود إليه كل الأشياء. أيضا الطاويين هنا مش ناحية دينية فقط، لا، هي ناحية هنا فلسفية. استسبقوا أو أقدموا باستبصار الضرورة في العالم، كل شيء الضرورة، كل شيء موجود، كل شيء له حكمته، كل شيء وجوده مترابط بالشيء الآخر، في ترابط، في ترابط، في نظام، في تنسيق في هذا الكون. هذا التأمل في النسق والضرورة والوجود الطبيعي واتساقه وانتظامه يدل على نظرة فلسفية. يبقى احنا عندنا الطاوية
هو فكر البيئي في الصين، ولكن لا يرتبط ايضا بالناحيه الدينيه، ولكن في ناحيه فلسفيه. يمكن المصري القديم كانت فلسفته خاصه بالعقيده الدينيه وانه ينعم بالحياه الاخره، ولكن هنا الطاويين كانوا بينظروا الى الطاو ان كل شيء ياتي وكل شيء يبدع وينسق من خلال هذا الطاو، وتاتي اليه كل الاشياء وتعود اليه كل الاشياء، وده القانون الطبيعي اللي على اساس وجدت الطبيعه وجدت جميع الكائنات الحيه. ايضا كل شيء له ضروره موجوده في العالم، كل شيء له سبب لحدوث هذا الشيء. الوجود ايضا يمر بحكمه، الوجود يمر بنظام، لا يمشي بطريقه عشوائيه. يعني هذا الوجود وهذه الحياه وهذه الحياه المستمره على الارض تمشي بطريقه منظمه بطريقه اتساق، لا يوجد اي تناقض. تتابع الليل والنهار نظام، الشتاء والربيع والخريف والصيف نظام. يبقى انا كل حاجه موجوده نظام، يبقى انا بتكلم على نظام حكمه الوجود صنعه بالنسبه لهم هو الطاو، هو اصل كل شيء، ترابط الاشياء مع بعضها ووجود الشيء مع بعض. يبقى بالتالي هنا الفكر البيئي عند الصين القدماء له فلسفته الخاصه. ايضا جوهر الفلسفه الطاويه هو الفهم العميق لجوهر العلاقه بين الكائنات الطبيعيه وبين الانسان. هنا الطاويين ركز معايا كده، يمكن احنا اتكلمنا في مرحلة الحضارة اليونانية، قلنا ان علاقة الانسان بالبيئة، ان الانسان ان البيئة هيئة الله، او البيئة هيئة الله خدمة الانسان بكل ما فيها، وقالوا ان الانسان ارقى الكائنات الحية. افتكر معايا لما جينا في مرحلة التفسير والتوظيف، قلنا المرحلة دي كان فيها فكر فلسفي بيدور حوالين ان الانسان ارقى الكائنات الحية واعلى الكائنات الحية وبينادي بالمركزية البشرية، ولكن الفلسفة الطاوية هنا رفضت المركزية البشرية وقالت ان ده تمييز مصطنع. مهمة النقطة الحلوة، النقطة دي مهمة جدا، ركز معايا فيها. بقول لك ايه رؤية الفلسفة الطاوية بالنسبة لعلاقة الانسان بالبيئة او العلاقة الجوهرية بين الكائنات الحية والطبيعة، اللي هي الكائنات الموجودة في الطبيعة والانسان. قال لك لا تمييز بين الانسان وغيره من الكائنات الاخرى، اللي نادت بها مين؟ الفلسفات اليونانية، قلنا في مرحلة التفسير والتوظيف. ولكن قال ايه؟ قال انما تمثل حقيقة. يعني قبل ما يدعو انصار فلسفه البيئه واخلاقياتها وينادوا بحقوق الكائنات الحيه وحقوق الطبيعه والمساواه بين الانسان والطبيعه وعدم تدخل الانسان في الطبيعه، نادى بها الفلاسفه الطاويين واشهرهم لاوتسي زعيم الطاويين، نادى بالغاء التمييز المصطنع والمساواه بين جميع الكائنات الحيه. يبقى احنا هنا عندنا فلسفه بترفض الفلسفة اليونانية، بترفض الفكر المصطنع الذي يدعو أن الإنسان أرقى الكائنات الحية. يبقى ببساطة كده أنا بكلمك على الفلسفة الطاوية. تعال نلخص مع بعض اللي أنا بقوله دلوقتي. بقول لك إيه؟ قلت لك إن الفلسفة الطاوية قامت على مبدأ الطاو. ما هو الطاو؟ هو مبدأ وسيلة بتأتي منه كل الأشياء وتعود إليه كل الأشياء، تخرج منه وتعود إلى الطبيعة، من الطبيعة وتعود إلى الطبيعة. قال لي آمنوا بحكمة الوجود وانتظامه ووجود الضرورة، وكل شيء منسق وكل شيء موجود له سبب وكل شيء له حكمة. أيضا اتكلموا عن علاقة الإنسان بالبيئة، علاقة الإنسان بالبيئة لا تمايز بين الإنسان والكائنات الأخرى، لا يتدخل الإنسان بحجة الأقوى والأرقى. رفض الطاويين أن الإنسان أقوى وأرقى، ما لما طلبوا بإيه؟ طلبوا بتوحيد الإنسان بالطبيعة. الإنسان يأتي من الطبيعة ويعود إلى الطبيعة، شيء في هذا الكون يعود ويتحلل مع نفسه إلى الطبيعة، فإذا تركت شجرة فسوف تموت وتعود وتتحلل إلى الطبيعة وتقوم أيضا هذه الشجرة بالزرع مرة أخرى. فهي بيقول لي ما يأتي يعود إلى الطبيعة وتتحلل ويعود كل شيء إلى الطبيعة، كل حاجة دعها إلى الطبيعة لا تفعل أي شيء. الطاويين بيدعو الإنسان بعدم الفعل لا شيء، رفضوا تماما تدخل الانسان، ان الطاو يبدع وينسق في الاشياء وان الانسان يخرب في هذه الاشياء. ركز معايا في الجزئيه دي، الجزئيه دي مهمه جدا. بقول لك هنا ان كل حاجه موجوده في الكون فيها تناغم، فيها توازن، ولكن تدخل الانسان يؤدي الى خلل هذا التوازن، وده كان اول تحذير يطلقه فيلسوف وهو لاوتسي، وان عليه لا يتعدى الانسان بحجه انها اقوى وارقى. ده هو نادى بالمساواه بين جميع الكائنات الحيه من خلال المساواه ورفض ان الانسان يتميز عن بقيه الكائنات الحيه. قال له لاوتسي اتحسب انك قادر على تولي امر العالم وتحسينه؟ انا لا ارى ذلك ممكنا، العالم مقدس ولا يسعك تحسينه، ولو حاولت تغييره لكان خرابا. عايز يقول ايه؟ يقول ان الطاو يبدع وينسق في الاشياء،
كل ما هو جميل وكل ما هو مبدع يخرج أو يخرج من الطالب، ولكن الإنسان يشوهه يخربه. فأن هذا العالم مقدس، لا تشوه ولا تخرب هذا الشيء الجميل، وأن من حكمة الوجود كل شيء يأتي من الوجود ويعود إلى الوجود دون أن تتدخل، وأن تدخلك يعد خرابا مدمرا. ودي كانت أول تحذير يا جماعة يطلقه فيلسوف، أن الإنسان قادر على تغيير العالم وقادته. طبعا هنا ليس قادر على تغيير العالم ولا إصلاحه، ولكن يعد تخريب وتغيير وتلاعب بالطبيعة ووقوع الضرر عليه. تاني كده بنقول يا جماعة، احنا خدنا فكر البيئي في الشرق القديم ببساطة، نقول فكر البيئي في الشرق القديم، خدنا المصري القديم وقلنا حبهم للبيئة كان حب عقائدي ديني، ربطوه بالديانة، ربطوه بالدين والحياة الآخرة، وإن احترامه للبيئة وتقديسه للبيئة وحبه للبيئة الشديد والحفاظ على جميع ما هو موجود في البيئة من كائنات وجماد يؤدي به إلى الراحة، إلى الحياة الخالدة، ينعم بالجنة والخلود في الحياة الآخرة ويستخدم كل ما هو موجود. أما إذا قام بالتعدي على هذه الكائنات الأخرى فهو ينعم بالعذاب الشديد الذي لا محالة له. وبالتالي هنا ربطها بالفكر الديني. أما الفكر البيئي عند الصين ببساطة بنقول قام على مبدأ الطاو. مبدأ الطاو هو مبدأ يأتي منه كل الأشياء وتعود إليه كل الأشياء. فبيقول لي هنا إن كل حاجة بتعود إلى الطبيعة وترجع إلى الطبيعة، الطبيعة هي مصدر كل شيء، كل شيء يتكيف مع الطبيعة، يعيش بالطبيعة ويرجع إلى الطبيعة. رفضوا التمييز بين الإنسان والكائنات الأخرى. إحنا قلنا في مرحلة التفسير والتوظيف قلنا إن الإنسان البيئة هيئها الله لخدمته، وإن الإنسان أرقى الكائنات الحية. طبعا هنا رفض الطاويين هذا المبدأ وقالوا بالمساواة بين جميع الكائنات الحية، ولا يتدخل الإنسان بحجة الأقوى والأرقى، ولكن عشان نحفظ توازن هذا البيئة لابد من عدم تدخل الإنسان في البيئة. لا فعل، لا استطاع، لا تستطيع أن تفعل، إذا استطعت أن تفعل فأنت تخرب، فأنت تدمر. يبقى دخول الإنسان حتى لو لديه قادر على تغيير هذا العالم، ولكن هذا التغيير يعد عليه بالتشويه، بالخراب، بالدمار. طالب الطاويين بتوحيد الإنسان مع الطبيعة، كله يأتي من الطاو والطبيعة ويعود إلى الطبيعة. هنا تحسين العالم، لا، هم هنا برافضين تماما أن الإنسان يتدخل، وأن هو بيقول أنه هو الأقوى والأرقى، لأن ده يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي وأيضا دمار وتخريب وتشويه كل ما هو منسق وجميل. هم آمنوا بحكمة الوجود وتنسيقه وجماله، ولكن الإنسان يخرب هذا النسق ويتلاعب بالطبيعة، ما يعود عليه بالدمار والخراب. وده كان أول تحذير يطلقه فيلسوف وهو لاوتسي، حتى قبل فلاسفة البيئة وقبل أخلاقيات البيئة وقبل التكنولوجيا وقبل التطور كان ينظر نظرة تأملية، نظرة فلسفية عميقة بما سوف يحدث في المستقبل، لأن ده نظرة الفيلسوف وهو استشراق المستقبل. أيضا عندنا الفكر البيئي عند المفكرين العرب، عندنا كمان ابن رضوان وابن خلدون. من الحاجات البسيطة الجميلة للشخصيات اللي احنا ندرسها، حاجات جميلة بالنسبة لنا بندرس ونشوف مدى فكر هؤلاء المفكرين ومدى اهتمامهم بالبيئة. عندنا ابن رضوان طبعا في ميدان الفكر البيئي، فيلسوف وطبيب مصري، طبعا كتب في رسالة في كتابه، رسالة في الحيل في دفع مدار الأبدان بأرض مصر. الرسالة دي بدور حوالين ايه؟ بيتكلم ببساطة كده عن موقع مصر، بيتكلم عن مناخ مصر، بيتكلم عن عناصر البيئة ومدى تأثير المكان والمناخ وفصول السنة على الإنسان، خصائص المكان نفسه وسلامة البيئة والمناخ وفصول السنة المختلفة، ربطها بالأمراض والأوبئة المنتشرة في مصر. يعني أنا لو قلت لك أنت موجود في أرض زراعية، الأراضي الزراعية والمناطق الزراعية كبيئة، لو أنا جيت قلت كده المناطق الزراعية الفلاح كان استخدامه ونزوله في الترع بيصاب بمرض الهرش على سبيل المثال. طب أنا لو جيت قلت مثلا في المناطق الساحلية، البيئة الساحلية بتاعتي دي بتؤدي لإيه؟ قال لك دايما الناس اللي بيبقوا عندهم أو بيتعاملوا على طول مع مادة أو البحر بيبقى اليود عالي فبيصيبهم بأمراض الصدفية والأمراض الجلدية. أيضا كمان عندنا فصول السنة، احنا عندنا فصول السنة، عندنا في الشتاء بنصاب بنزلات البرد، في الصيف بنصاب بضربات الشمس. قال لي عندنا النزلات المعوية كمان عندنا في الصيف. يبقى انا بقول ايه هنا؟ قال لي هنا ربط طبيعة المكان وعناصر البيئة والمناخ ومدى
تأثيرها على الإنسان. أنا قلت لك بيئة ساحلية، عندنا بيئة صحراوية، عندنا بيئة زراعية، كلها حسب الأمراض. لو قلنا مثلا أماكن فيها مستنقعات مائية، المستنقعات دي بتؤدي إلى وجود الإيه؟ أمراض زي الأمراض المالارية والكوليرا. يبقى أنا بالتالي هنا البيئة نفسها بتتأثر أو يتأثر الإنسان، مدى تأثير الإنسان أو مدى تأثير البيئة على الإنسان من خلال مكانه، من خلال سلامة البيئة نفسها. لو أنا عندي تلوث، لو عندي مية مش نظيفة هتصيبني بالأمراض، ولكن لو أنا عندي مية كويسة مفيهاش أي مشكلة، يبقى بالتالي هنا هيؤدي إلى سلامة الإنسان. أيضا قلنا فصول السنة، يعني الناس اللي بيبقى عندها حساسية في الجيوب الأنفية بيبدأ يظهر جامد جدا في فترة الربيع. تلاقي يقول لك الحساسية كبيرة جدا، لأن عندنا بتبدأ الإيه؟ بتبدأ الحشرات والنحل والزهور في التفتح، وتبدأ تظهر عندك الحساسية، بتبقى عندك مهاجة موجودة في فترة اللي أي شخص عنده حساسية بيبقى عارف اللي أنا بتكلم فيه ده، بيبقى عنده مهاجة أو مثلا جزئية زي موضوع الخريف والرياح والأتربة. دايما يصاب الشخص اللي عنده جيوب انفيه او حساسيه بالم شديد او تعب نتيجه هذه الاتربه. يبقى بالتالي انا فصول السنه ليها ولاد تاثير ايضا على الانسان الى جانب سلامه البيئه. قلنا اصابه الانسان بالتلوث، لو انا قلنا مثلا ساكن في اماكن مصانع او في نفايات بيصيب الانسان ببعض الاختلالات الوراثيه وبعض الامراض الوراثيه اللي بتصيب الجنين. قال لي كمان عندنا نقول مثلا على سبيل المثال 500,000 شخص سنويا بيموتوا في الصين نتيجه التلوث. يبقى اذا انا عندي هنا اصابه الناس بالامراض الرئه، لو قلنا موجود مصانع بيئه جواها كلها مصانع بتصيب الانسان بايه؟ يقول لك بالحساسيه وبامراض الرئه، الاصابه بامراض الرئه نتيجه مين؟ نتيجه الابخره والادخنه اللي احنا بنشوفها. يبقى هنا عندي اصابه الانسان بالامراض نتيجه التلوث البيئي اللي موجود. يبقى ابن رضوان هنا اهتم بالصحه والمرض بالنسبه للانسان، اتكلم على طبيعه المكان وخاصه مصر ومدى تاثير وخصائص المكان على الانسان وعلى صحته، وايضا في المناخ وفصول السنه. ايضا قدم دراسة بيئية. الجيولوجي هنا هي مدى ارتباط البيئة أو الإنسان بالبيئة والكائنات الأخرى الموجودة في علاقة التعامل بين البيئة والكائنات الأخرى. ودي هنا قدم منهج علمي وفي دقة وفي شمولية، واتكلم فيه على مدى تأثير البيئة على الإنسان. أيضا عندنا إن الفلاسفة الغرب تناولوا أو تأثروا بفكر ابن رضوان. درس هنا عندنا موقع مصر الجغرافي ومناخها وأثرها على ذلك على السكان وما يمكن اصابتهم من امراض وكيفيه علاج، يعني اعداد الادويه. زي ما انا قلت لك المناطق الزراعيه عندنا الفلاح زمان كان يصاب بمرض البلاريسيا نتيجه نزوله للترع، المناطق الساحليه كان يصاب بامراض الجلديه. قلنا فصول السنه احنا عندنا بنصاب بنزلات البرد، لان كلنا مصابين لكن في الصيف يقول لك بالنزلات المعويه وضربات الشمس. ايضا تلوث المياه يؤدي الى الكولر او الملاريا، وطبعا هنا اللي بيتكلم عليه ان هو المستنقعات ووجود البرك والمستنقعات. ايضا التلوث الهوائي يصيب الانسان بسرطان الرئه وحساسيه الرئه وامراض الرئه الخاصه بالانسان نتيجه هذا التلوث. كمان اكد على اثر البيئه في اخلاق وعادات وتقاليد المصريين. طبعا لو احنا بصينا كل بيئه موجوده سواء بيئه زراعيه، بيئه ساحليه، بيئه صحراويه، عندنا البيئه عندنا مثلا في بحري غير في الصعيد، في عادات وتقاليد بتحكم اهل الصعيد غير عادات وتقاليد اهل البحري. كل منطقه وكل بيئه موجوده زي ما قلت لك قسمنا البيئات، كل بيئه منهم لها عاداتها وتقاليدها. يبقى بالتالي هنا بيتكلم لو احنا جينا لخصناه كده ابن رضوان بنقول اول حاجه بيتكلم عن الصحه، عن المرض، عن موقع علاقه مصر وبيئه مصر والمناخ ومدى ارتباطه بالامراض والاوبئه. وفصول السنه بيختلف اختلاف فصول السنه من فصل الشتاء والصيف والربيع والخريف، ايضا باختلاف الامراض وتعرض الانسان لانواع الامراض الموجوده. وكمان قدم لنا علاج، اتكلم على دراسه بيئيه ايكولوجيه علاقه الانسان بالبيئه. ايضا اتكلم على مدى تاثير البيئه، وخلي بالك معايا وركز في الحته ديت، احنا بنتكلم في الفكر العربي او الفكر البيئي عند العرب كان همهم جدا مش تاثير الانسان على البيئه. في الفتره ديت لم يحدث، وخلي بالك وحطها معايا واكتبها معايا في الورقه والقلم، اكتبها بكده معايا اني بقول لك لم يحدث ان الانسان يؤثر على البيئه، ولكن من خلال دراستنا لابن رضوان وابن خلدون يؤكد مدى تاثير البيئه على الانسان. بيقول لك ان فصول السنه بتفرض عليك امراض معينه، البيئه اللي انت موجود عليها بتفرض عليك امراض معينه، حتى البيئه اللي انت عايش فيها بتفرض عليك عادات وتقاليد. يبقى هنا انا قلت لك هل الانسان كان ليه دور
او تاثير على البيئه؟ طبعا لا. امال مين اللي كان ليه دور؟ البيئه هي اللي كان ليها تاثير على الانسان، فرضت عليه مجموعه من العادات والتقاليد، ايضا الامراض ارتبطت بفصول السنه وكده، فصول السنه والمناخ خاص بالبيئه التي يعيش فيها الانسان. يبقى بالتالي ده ابن رضوان، الصحه والمرض. عندنا برضو شخصيه ثانيه، ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون طبعا هو موسوعه شامله، مؤسس علم الاجتماع. مؤسس علم الاجتماع من اسهاماته ان هو ميز بين البيئات الصالحه للعمران والبيئات الغير صالحه للعمران. قلنا البيئات الصالحه للعمران قلنا زي السهول والاوديه والانهار، بيتمركز فيها السكان، بيزيد عدد السكان، وده درسته حتى في جغرافيا. ايضا البيئات الصالحه او البيئات الغير صالحه للعمران قلنا زي المناطق الجبليه الواعره. ايضا ابن خلدون اتكلم في مقدمه العبر وديوان المبتدا في ايام العرب على احوال البشر، الاقاليم الجغرافيه المختلفه سواء اقاليم حاره او بارده بتاثر على احوال البشر وصنائعهم. انا لو قلت لك في بيئه زراعيه هيبقى عملي هنا الزراعه، وبيتي هيبقى جزء مصنوع بسيط، جزء منه بيعيش فيه الاسره والجزء الاخر بتعيش هنا. بيعمل ايه؟ هو بيزرع ويتغذى او بيبقى من خلال محصول الارض بيبدا بيتناول وجباته، وايضا تربيه الحيوانات. هنا ده بالنسبه للحياه البسيطه للفلاح. ايضا اللبس بتاعه فرضت عليه الجلباب. لو جينا قلنا المناطق الصحراويه، الاقاليم طبعا قلنا الصحراويه عندنا قلنا بينعم، لو جينا بصينا بنلاقي البدو عندهم ايه؟ البيت بتاعهم عباره عن خيام. ليه؟ لانهم كثير الترحال للبحث عن المياه والعشب، وبالتالي لا ما فيش بيوت عندهم. كانوا ايضا بيتميزوا بلبس معين، هذا اللبس فرض عليه لان نتيجه هذه البيئه. ايضا عندنا كان العمل بتاعهم عباره عن النخيل والزعف. يبقى بالتالي هنا الاكواك وهو مصدر الرزق، الصنع اللي بيشتغلوا بيها، حتى شكل المباني. المناطق الساحليه ايضا نفس الوضع، بيشتغل بصيد الاسماك، بينزل البحار، وايضا كان ليهم لبس معين، لان دوت زمان احنا بنقول قبل الثوره الصناعيه، هو بيتكلم كان زمان لو انت بصيت في المتحف تلاقي يقول لك المصري القديم الفلاح كان بيتميز بايه؟ صيد السمك او صياد السمك كان لبسه ايه؟ المناطق الساحليه كان بيلبسوا ايه لبسهم؟ كان في حاجه اسمها المنطقه نفسها بتفرض عليك لبس، بتفرض عليك شكل المباني معينه. لو احنا جينا حتى قلنا القريه بتبقى كل البيوت بتاعتها دور ارضي واحد، لكن المدن بتبقى فيها بعض البيوت. ايضا الملابس بتختلف من مكان لمكان. عندنا مثلا في الصعيد، الصعيد عندهم الجلباب ده رقم واحد، يعني حاجه بالنسبه لهم الجلباب دوت، حتى لو وصل لاعلى المراكز بيجوا في الافراح لازم يلبس الجلابيه، ودي اهم حاجه، ده بالنسبه لهم ده الزي الرسمي بالنسبه للافراح اللي موجوده، ودي بتمثل قمه الفخر بالنسبه لهم، بالنسبه للبيئه بتاعتهم والاقاليم المتاثرين بيها. ايضا عندنا الصنائع المختلفه واتكلمنا عليها. قلنا عندنا اثر الهواء، اثر الهواء، هل للهواء اثر؟ وجد او وضح لنا ابن خلدون ان للهواء اثر وطبائع البشر. قلنا لما نيجي نتكلم على طبائع البشر، انا قلت لك ان الاقاليم بتفرض علينا، لو انا قلت لك الاقاليم الحاره وقلنا عندنا ذات البشره السمراء والانف العريض والجلد السميك، طب المناطق البارده تلاقيها ذات البشره البيضاء ناصعه البياض ذات الانف ايه؟ الصغير، لان الانف العريض في المناطق الحاره وارتفاع درجات الحراره لابد من انف عريض حتى يستنشق ويصل اليه الهواء. اما بالنسبه للمناطق البارده فهي الانف الصغير، البشره البيضاء ناصعه البياض لان لا يوجد شمس، وبالتالي انخفاض في درجات الحراره، وبالتالي يتمتع بهذه البشره البيضاء. ايضا الحاله النفسيه، الحاله النفسيه والاحوال، المناطق الحاره زي مصر والسودان يتمتعوا بالبساطه، يتمتعوا بالفرح، يتمتعوا بالخفه، مفيش خوف من العواقب، مفيش حاجه اسمها ادخار، مفيش ان انا بعد فتره او في فصل الشتاء ووقت البرد القارس لا انعم بكل اللي هو موجود، لا، انا في المناطق الحاره اللي بينعم طول فصل الفصول كلها بما هو موجود، ولا ينقطع شيء، لا يدعو الى شيء، او لا يفكر في ان عدم وجود هذا المورد فيما بعد او بعد شهر او اثنين. اما بالنسبه للمناطق البارده قلنا عندنا ان المناطق البارده عنده خوف من العواقب، في مناطق الجليد وسقوط الجليد بتتوقف الحياه تماما، قد يؤدي الى هلاك الاشخاص او مدخراتهم تقل او
تخلص المدخرات بتاعتهم يؤدي الى موتهم. وبالتالي هنا بيقول لي عندنا بيخزن، يبدا يخزن في الحبوب ويبدا يخزن في كل ما هو موجود ليجعله القدره على العيشه او المعيشه في فتره البرد. يبقى بالتالي هنا انا عندي ناس بتتميز بالكابه، البيئه نفسها فرضت عليهم هذا النوع من الكابه والخوف من العواقب، ودايما النوع من انواع الحذر، نوع من انواع ما هو سوف يحدث، قد يموت قد لا يبقى، نتيجه الخوف من ما هو موجود في البيئه وهذا الاقليم البارد. اما بالنسبه للاقاليم الحاره اللي ينعم الانسان بالفرح والسرور لان كل شيء متوفر. لو جيت انا قلت لك عندنا في مصر في فصول الشتاء بنبدا نزرع محاصيل، في فصول الصيف في الخريف كان المصري انت لما جيت درست في الجغرافيا عندك محاصيل صيفيه ومحاصيل شتويه، بينعم الانسان طوال العام بمناخ معتدل، مناخ جميل. فهنا بالتالي فرض عليه نوع من انواع السكون والفرح والهدوء اصلا. يبقى بالتالي هنا البيئه ايضا لها تاثير على احوال البشر. ايضا البيئه ايضا لها تاثير على الشؤون السياسيه. لولا البيئه وبدانا بنشاه البيئه وجود الافراد من اختيار حاكم لتنظيم العلاقه بين الافراد. هنا لو جينا اتكلمنا واتكلمنا على التعقيب الفكري البيئي عند العرب، احنا من خلال استعراضنا سواء لابن رضوان وابن خلدون، تعالى كده افتكر معانا، قلت لك ابن خلدون اتكلم عن البيئات وازاي ان البيئه بتفرض عليك صنعتك، قلنا ملابسك، قلنا الصنعه بتاعتك، قلنا احوالك، قلنا الطبائع بتاعتك، قلنا لون البشره، قلنا بالنسبه لك حتى الشكل الجسماني. لما يقول لك المصري يقول لك كان يتميز بالبشره القمحويه نتيجه البيئه، البشره السمراء والنيل. يعني هنا انا بتكلم على ان البيئه فرضت على الانسان وهيأت له كل ما هو موجود. ايضا عندنا بنتكلم على ابن رضوان، ابن رضوان ايضا اتكلم عن مدى تاثير البيئه وارتباط فصول السنه بالامراض والاوبئه. فمن خلال البيئه بتفرض عليك عادات وتقاليد، وايضا من البيئه الملوثه تعرضك الى اصابتك بالامراض، والبيئه النظيفه وسلامه البيئه تعرضك للصحه الجيده. ايضا قلنا فصول السنه والمناخ، فصول السنه من خريف وربيع وفصل الشتاء والصيف بيصيب الانسان بامراض مختلفه نتيجه كل فصل معين بيصيب الانسان بامراض معينه. طب قال لي احنا الاثنين اللي احنا خدناهم او الشخصيتين اللي خدناهم هم مفكرين عظماء، ولكن نظرتهم للبيئه لا تتعدى النظره العلميه وهي علاقه الانسان بالبيئه. يعني انا بكلمك دلوقتي هتقولي ما انا درستها في الجغرافيا، علاقه الانسان وبالامراض والاوبئه وفصول السنه، وكمان عندنا درسناها ايضا في لما قلنا التاريخ وتكون المجتمعات والتجمع البشري برضه على البشريه اللي هي الطبيعه، المكونات البشريه ومدى التاثير عليها، المحاصيل الصيفيه والمحاصيل الشتويه. لان ايام ابن رضوان وابن خلدون ما كانش في مشكلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اول الحلقه، ان قلنا عندنا مشكلات تكنولوجيا وتدخل الانسان والدمار وان ليها سلبيات، ما كانش كل ده موجود. الانسان كان بيعيش ببساطه، كان الطبيعه هي اللي بتفرض عليه هو موجود، بيربي حيوانات، بيبدا من خلال الحيوانات دي يزرع من المحاصيل ويتغذى عليها، عيشته كانت بسيطه، عيشه الفلاح، وكل هم يعني كل اشباع قوته من خلال الارض والزراعه. ده بالنسبه للجزئيه الاولانيه. يبقى عندنا ابن رضوان وابن خلدون هما الاثنين لم يتعدوا النظره العلميه الوصفيه لعلاقه الانسان بالبيئه وهي الجغرافيا، وان مشاكل الانسان على البيئه او مدى تاثير الانسان على البيئه لم يوجد، ولكن تأثير البيئة على الإنسان هو ده الأهم. أيضا بيقول إن كل همهم أو كل كلامهم كان بيتكلم عن مدى استفادة الإنسان في حدود صنعته حياته لكي يبقى حيا. يعني الإنسان هنا كان هدفه إشباع حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس عشان ينعم بالحياة فقط لا غير. لكن كان هل يوجد مشاكل؟ هل يوجد أن الإنسان تدخل؟ هل يوجد أن الإنسان فرض على الطبيعة أو فرض على البيئة شيء؟ لا، هي الطبيعة هي اللي كانت بمعنى صح أن البيئة كانت بتشكل الإنسان، سواء وجودك في بيئة زراعية أو بيئة صحراوية. هنبدأ مع بعض نحل مجموعة من الأسئلة. إن المياه الملوثة وارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها وعدم النظافة داخل البيت وخارجه تؤدي إلى انتشار الفيروسات والجراثيم ومن ثم الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفس. ركز كده معايا. يمثل ما سبق إحدى اهتمامات
تعالى كده احنا نفتكر مع بعض. انا بقول لك المياه الملوثه وارتفاع درجات الحراره، احنا بنتكلم على بيئه ملوثه وارتفاع درجات الحراره، عدم النظافه داخل البيت وخارجه، انتشار فيروسات، انتشار جراثيم، بيصيب الانسان بالامراض الجهاز الهضمي والتنفسي. احنا قلنا ابن خلدون اتكلم عن مين؟ اتكلم عن انواع البيئه، مدى تاثير البيئه على الانسان، قلنا من خلال الاقاليم الحاره، الاقاليم البارده، المباني، الملابس، الاقوات، الشؤون السياسيه، طبائع البشر. ابن رضوان اتكلم على ربط ما بدا موقع مصر وطبيعه المكان والامراض والاوبئه والمناخ ومدى تاثير البيئه النظيفه والبيئه الملوثه. طبعا لو جينا بصينا هنا قبل ما نكمل الشخصين التانيين، احنا هنتكلم طبعا بنتكلم عن مين هنا؟ عن ابن رضوان. لكن طبعا لاوتسي، تعالى ارجع معايا، قلت لك الطويين، وده كان اول تحذير، رفض لاوتسي ان الانسان يتميز عن بقيه الكائنات الاخرى. توم رجان ان شاء الله ناخده في الحلقات اللي جايه من الفلاسفه المعاصرين، انادى بحقوق الحيوان. يقول جون باسمور اننا نحتاج الى ميتافيزيقا جديده، ليست مؤسسه على مركزيه الذات الانسانيه، فهي تساعدنا على في ان نفكر في الطبيعه كشيء ما يعتبر الانسان جزءا منه وليس مقتربا عنه. يدلل القول السابق على رؤية، نركز مع بعض كده، بيقول لي اننا نحتاج الى ميتافيزيقا جديدة. لازم نقف عند كلمة ميتافيزيقا. ميتافيزيقا يعني ما وراء الطبيعة. احنا فلسفة مش قايمة على مركزية الذات الانسانية. ما معنى مركزية الذات الانسانية؟ حط خط تحتيها، اكتبها معايا. مركزية الذات الانسانية يقصد بها ان الانسان هو ارقى الكائنات الاخرى، وهو أعلى ويفوق جميع الكائنات الأخرى. مركزية الذات الإنسانية أن الإنسان هو المركز، هو يأخذ المركز الأول، هو يتعالى عن بقية الكائنات الأخرى الموجودة على الأرض. إننا نحتاج إلى ميتافيزيقا هي دراسة ما وراء الطبيعة، فلسفة ليست مؤسسة على أن الإنسان سيد الأرض، أن الإنسان أعلى الكائنات الأخرى، أن الإنسان يتميز عن بقية الكائنات الأخرى. إحنا عايزين فلسفة ما فيهاش، مش هنأسس على ده. فهي تساعدنا أن نفكر أن الطبيعة كشيء ما يعتبر الإنسان جزء من الطبيعة. يعني هنا بيقول لي إن إحنا عايزين نوحد الإنسان مع الطبيعة، وأن الإنسان لا يتعالى عن الطبيعة. رفضنا فلسفتنا أن الإنسان يتعالى عن الطبيعة، رفضنا مركزية الذات الإنسانية أو الذات البشرية، هو أن الإنسان سيد الأرض أو أرقى الكائنات الحية. وبالتالي مين اللي نادى بالكلام ده؟ ورفض التمييز المصطنع. تمام، قلنا بنقول هنا في سؤال تاني، اتكلمنا قلنا في فصل الربيع اللي عندهم الجيوب الانفيه والحسيه بيعملوا ايه؟ بيشعروا تماما بهذه الحسيه، بتبقى مرتفعه جدا وبيبقوا متعذبين جدا نتيجه ايه هذه الحساسيه. في فصل الشتاء دايما كلنا بتصيبنا شويه كده، بنخش فصل الشتاء كلنا هيبقى عندنا كل منا على فترات يصاب بنزلات البرد والكحه. في الصيف قلنا عندنا امراض الجلديه، عندنا كمان قلنا النزلات المعويه، ضربه الشمس. فهنا بيتكلم على اهتمامات مين؟ انا بتكلم على المرض، بتكلم عن المرض والصحه. فبيقول لي هنا اللي انا بتكلم عليه ده، انا بتكلم على فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل كمان الخريف. لو انا جيت اتكلمت على الفصول اللي انا بتكلم عليها دلوقتي، بيقول لي تمثل العباره السابقه احدى اهتمامات الفكر الذي يرى. الفكر اللي اتكلم معانا وقال لنا من خلال دراستنا ان فصل الربيع بتنتشر حساسيه والشتاء بينتشر كذا والامراض في الصيف، انا بتكلم عن ايه؟ ربطت مين بمين؟ هل اتكلمت عن امراض العباره؟ هل كلمتك عن المرض وفصول السنه؟ هل كلمتك على علاقه الانسان بالبيئه واخلاق المصريين؟ لو جينا بصينا وحللنا، انا عايزك تفكر وانت بتحل السؤال، انا بتكلم على فصل الربيع، بتكلم عن فصل الشتاء، بتكلم عن فصل الصيف. الفصول دي كل فصل فيه ايه؟ فيه نوع من انواع الامراض المنتشره بيتميز بيها هذا الفصل. يبقى ببساطه كده انا بتكلم، برافو، انا بتكلم عن ايه؟ اللي انا بتكلم عن ارتباط الامراض بفصول السنه. لان فصل الربيع ده فصل من فصول السنه بتنتشر فيه امراض مين؟ الحساسيه. ادي كده يبقى انا فهمت. عندي كمان فصل الشتاء بتنتشر فيه امراض ايه؟ قال لي نزلات البرد والسهال. تمام؟ قال لي في نص مصري قديم على جدران مقبرة حرفوف في أسوان، عدد المصري القديم صفاته أمامي من بينها إن أنا لم ألوث ماء النهر، ولم أمنع فيضان في موسمه، ولم أقم سدا للماء الجاف، أعطيت الخبز للجوعة وأعطيت الماء للعطش،
تشير العبارة إلى أن المصر القديم كان يهين نهر النيل، يعترف بأخطائه، يحترم نهر النيل ويقدسه، يظهر ولاءه للآله. هو بيتكلم عن إيه؟ همام يحترم نهر النيل ويقدسه، احترام نهر النيل بعدم تلوثه، بعدم مياه جارية ومنع مياه جارية، ويحترم نهر النيل قلنا لدرجة العبادة والترتيل والأنشط. بيقول لي في نص مصري هو مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية كانت تستخدم في مصر القديمة تكون دليلا للميت في رحلته للعالم الآخر، دليل وليس إعلان براءة يبرئ ذمته. خلي بالك دي كويس. هنا أنا عايزة جبت لك ليه الإجابة؟ عشان أنا حاساك إن أنت هتروح تقول لي إعلان تعويذة البراءة. لا يا جماعة، نركز مع بعض في السؤال ده، مهم جدا. أنا قلت لك كتاب الموتى أقدم كتاب مصور عرفته الإنسانية، بيوضح لنا وسائل التقرب من الآلهة عن طريق نصوص جنائزية هي بتمهد لرحلة الميت. هذه الرحلة بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ما يفعله في الأرض ينعم به في الآخرة، ما مدى قربه من الآلهة نتيجة إن هو احترم البيئة واحترم كل ما هو موجود في الطبيعة. ببساطة كده، أنا لما أقول لك هتقرب إزاي من ربنا بنقول الصوم والصلاة واتباع تعليم، يبقى أنا عندي هنا وسائل للتقرب من الله وإن أنا أتبع تعليم الله وأكون من ضمن أو إنسان مطيع لتعليم الله ولم أخالف شرع الله. يبقى بالتالي هنا المصري القديم كان باعتقاده إن كتاب الموتى هو عبارة عن وثائق مكتوبة ووثائق دينية من خلالها هي الطريق الذي ينعم به أو يصل به إلى الحياة الآخرة. هذا الطريق من خلال هذه النصوص كان الدليل على ان المصري القديم كان مهتم جدا باخرته، كان مهتم جدا بانه ينعم بالحياه الاخره. اما اعلان تعويذة البراءه هو ان الانسان يبري ذمته عندما يقوم بعمليه الحساب، لان هم عندهم الحساب والحياه الخالده، وينعم بالحياه الخالده نتيجه ما يفعله. يقوم الاله الاعظم ويقف امام هذا الاله الاعظم فيعلن براءته وذمته ويؤكد انه لم يفعل اي شيء، يعني بريء مما يفعله. يبقى احنا عندنا جزئيتين مهمين جدا، جزء اسمه كتاب الموتى عباره عن نصوص وثائق بتاكد لنا ان المصري القديم كان بيهتم جدا برحلته للعالم الاخر، وكان الدليل للميت موجوده في المعابد. اما بالنسبه لتعويذه اعلان البراءه، هذا في عمليه الحساب يقوم بابراء ذمته مما هو لا يفعله في الطبيعه حتى ينعم بالحياة الخالدة. أعزائي الطلبة، بكده احنا انتهينا من الجزء الثاني وهو مدى الفكر البيئة واهتمام الشرق القديم بالفكر البيئي واحترامه من البيئة، وأيضا فكر العرب عند ابن رضوان وابن خلدون. أتمنى ان احنا نكون قدرنا نستفدنا وكتبنا بعض الملاحظات اللي قلت عليها. كان معكم الأستاذ شين ويليام، أتمنى لكم التوفيق والنجاح ومدى الاستفادة ان شاء الله في الحلقات القادمة.